كما إيه الأخبار، ليها لقاء خاص وحصري مع نجم الفنان محمود قبيل. اتكلم معانا وهو عضو لجنة تحكيم مهرجان السينما الأول لأفلام 2018. اتكلم معانا عن تكريم الفنانين، اتكلم معانا عن سبب قلة أعماله في الفترة الأخيرة، كمان اتكلم معانا عن خبر خاص وحصري خاص بكاميرا الأخبار، وهو تحضيره لفيلم بوليسي جديد هيكون مع المخرج محمد بدير. تعالوا نشوف كل تصريحاته كاميرا الأخبار وراجعين لكم. حضور النهاردة طبعا جماعة النقاد من يعني من أهم الجمعيات اللي هي بتمثل السينما الحقيقية، وهي النواة لكل مهرجان. طبعا حضوري النهاردة بدعوة من أستاذ الأمير أباظة اللي هو رئيس الجمعية، وكان يشرفني أن أنا أبقى موجود مع هذه الكوكبة وأن أنا أشترك في تكريمهم، وكانت احتفالية يعني حقيقي بتدينا أمل في السينما وأن اللي جاي أحسن إن شاء الله. قل في الأعمال عشان بختار الحاجة اللي هي فعلا أحب أنها تظهر على الشاشة المصرية. في فيلم بحضر فيه مع الأستاذ مصطفى سالم والأستاذ المخرج محمد بدير، فيلم من نوع البوليسي السسبنس ثريلر يعني، وان شاء الله هنبتدي في مارس الجاي. مش عارف، هشوف، هستنى واشوف يعني، اصل تحديد الاعداد وهنشوف، دي تجربة جديدة وباذن الله تبقى كويسة.